وبهذه المناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية بأعيادها الوطنية، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب بدر بن سعود الدوسري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. بداية نرحب بك سعادة النائب. كما تعلم العلاقات البحرينية السعودية هي قوية وترتكز على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد سابقا ويتوارثها عنهم الآن الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز. أيضا هناك تفاعل المملكة العربية السعودية مع المجتمع الدولي تجاه العديد من القضايا السياسية، هل لك أن تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لتلفزيون البحرين لإتاحة هذه الفرصة لنعبر عن ما تعيش به مملكة البحرين في هذه الأيام، حكومة وشعبا، أجواء ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق. وإننا نحتفل في هذا اليوم لنعبر عما تكن صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تنعم به دول الخليج من رفاهية واستقرار، حيث شهدت المملكة العربية السعودية في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات، فما حققته هذه البلاد في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني أمر يصعب وصفه ويجل حصره، حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي في الاستقرار والرخاء والتنمية. ويشرفني بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي كافة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية. كما أود أن أشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السعودية في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا الشقيقين قيادة وشعبا، كما أعبر عن فخري واعتزازي بالدور الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأود أن أؤكد هنا بأن السعودية الشقيقة تلعب دورا محوريا في قيادة الأمتين العربية والإسلامية، وواصلت جهودها الخيرة في دعم السلام العالمي ونصرة القضايا الإنسانية العادلة وتعزيز دور المنظمات العالمية، كما أنها الحافظ بعد الله لأمن واستقرار المنطقة. وليس بجديد على القيادة السعودية التي دأبت منذ مسيرتها المباركة على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومما لا يفوتني ذكره بأن العلاقات البحرينية السعودية تشهد ازدهارا وتطورا بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله، وهي ما أسهمت في تحقيق الرفعة والتقدم للمملكتين الشقيقتين قيادة وشعبا، كما تتسم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، تشهد تطورا مضطردا في كل المستويات انطلاقا من الثوابت والروح المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربة والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلا عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية أيضا. وتمتاز علاقات المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدان الشقيقان من حدث تاريخي مهم، تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمهم الله جسر الملك فهد في ربيع الأول من عام 1407 للهجرة، الذي ربط البحرين بشقيقاتها من دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين
دول المجلس. وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجما كبيرا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. نعم. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو الاستقرار الأوضاع في العراق، فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك. وأخيرا ومما يجدر ذكره في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، هو ما قدمته المملكة للأمة العربية والإسلامية من خدمات عظيمة، فهي مهبط الوحي ومنطلق الرسالة وقبلة المسلمين، حيث أولت منذ نشأتها الإسلام والمسلمين اهتمامها وعنايتها، فعمرت مساجد الله في أنحاء الأرض مبتدئة بالحرمين الشريفين اللذين شهدا في عهد الدولة السعودية أعظم توسعة لها عبر كل العصور، فأصبح الحج إليها في غاية اليسر بعد أن كان يأخذ ما أخذه من التعب والإرهاق. نعم. وأصبح الحرمان الشريفان مفخرة لكل المسلمين، كما جعلت راحة حجاج بيت الله وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شغلها الشاغل بحرصها على توفير كل سبل الراحة لهم، وسخرت لخدمتهم كل الإمكانيات هذه البلاد في تفان شهد به القاصي والداني. نعم. ثم شرعت بعد ذلك في طباعة كتاب الله لتوزع منه عشرات الملايين من النسخ وبمختلف اللغات ليكون في متناول كل مسلم مهما كانت لغته ومكانه. وفي الختام أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم عليهم وعلى السعودية كافة نعمة الأمن والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير. نعم. إذن سعادتنا بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.